يهمك ويهمني. يهمني أنا؟ لا. على كل حال أنا راح أقول لك على كل إشي لأنك لازم تعرفي. شو أعرف؟ احترف الحقيقة قبل لا توقع في البير. البير؟ أيوة يا حنان، البير، بير عميق. بصراحة خايفة عليك يشعلك اللي جرالي. ليلى أرجوك توضحي كلامك. شو بدي أقول؟ زهير. ماله زهير؟ يا حنان زهير إنسان لازم تخافي منه. أخاف منه؟ ليش؟ هذا إنسان غريب أناني ما بحب إلا نفسه. بدي أقلل شجرة اللبلاب، لكن لازم نلاقي شجرة كبيرة وجذورها ثابتة في الأرض مشان نسلكها. مشان هيك ظلي فارقني 3 سنوات. لكن أنا أنتِ إيش؟ أنا زهقت، حاربت كل نوازعه الشريرة ورغباته بأنه يطلع على أكتافي. وين يطلع؟ يطلع على الدنيا. نعم؟ يطلع على سطح الحياة، يكون واحد من طبقة الراقية الأرستقراطية، يكون فوق. وبعدين؟ بعدين أنا رفضته، فهمته إنه مش من مستواي. بس أنت عارفة إنه من مستواي أنا. شو قصدك؟ قصدي أنا مستعدة أثني ظهري وأعمل من نفسي سلم يطلع عليه فوق، مش منشان يصير من الطبقة العليا زي ما بتقولي، لا، مشان يكون نجم في السماء. أنت؟ أنا رايحة أكون أسعد إنسانة وأنا بقدم له كل عمري. متخلفة. غلطانة. جاهلة. منشان هيك أنا جاية الجامعة أتعلم. صفش. ما في إشي بيدوم على حاله. شو قصدك؟ قصدي أنا بحب أمشي في الدنيا بخطوات ثابتة طبيعية. بفضل أمشي في ظل رجل عارف خطواته تودي وين. مجنوني اللي بحب
لازم يكون مجنون. ما في فايدة منك. شو قلت لك؟ من غير ما أتدخل كنت وقتك إنها رايحة توقفك عند حدك وتعرفك مركزك ومقامك. نذم، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. متخلفين، كلكم متخلفين. حنان، حنان، أنا آسف مش من حقي أتدخل في أمور خاصة، لكن أرجوكي ما تحكمي على زهير من كلام وحدي زي ليلى. ليلى هذه، ليلى هذا إنسانة مسكينة جدا، غلطتها إنها فكرت بحياة بطريقة غلط، وللأسف ما لقت حدا ساعدها وهي محتارة بين الصح والغلط. بالعكس تماما، لقت اللي شجعها على الغلط. شيء غريب فعلا. شو الغريب؟ معقول انت أكبر من سنك، أكبر من زمانك، مش ممكن. سلامتك يا أخي، اطمن عن إذنك. السلام عليكم. وعليك السلام. عشني شافك يا أبو حامد. شو هالحكي ها؟ أنا اللي خفيت رجلي عنكم شوي حتى الأفار يزهقوا من وجه العجوز. في حدا يزهق من البركة؟ البركة فيكي أنت ما شاء الله. الأستاذ سعد كان عنده حد. شو؟ ما هو كان لازم يوقف معاك من الأول ويعمل اللي يعمله ويخلص. ليش؟ الأستاذ سعد كان بده إياك توصلي للنتيجة هاي، بدل ما الناس يقولوا إنه الست منيرة أحسن مربية وعندها أحسن روضة بسبب وجود سعد العارف معها، هسا بقولوا إنك نجحتي وبمجهودك. ظنك هذا هو السبب بس يا أبو حابس؟ على حد علمي، وهذا أنت والحمد لله نجحتي وبمجهودك الشخصي. يا سلام، مش بقول لك أنت رجل بركة. الله يبارك فيك يا ست منيرة. صباح الخير. أهلا أستاذ عادل. الحقيقة مش عارف إيش بدي أقول لك يا عادل، لكن يعني أجل لي هالموضوع لبكرة. ليش يا أمينة؟ قالت إشي؟ لا ما قالتش إشي يعني، بس قالت بدها تفكر. أفهم سبب رفضك. كل إنسان حر بقراره. طب وليش ما كان قرارك هيك لما كنت بتحبك السهب؟ أستاذ عادل من فضلك، أنا كنت أفكرك بدك تتجوزي مشان تتأهلي ومشان تحسن وضعك المادي. أستاذ عادل أرجوك. لكن والدك هو اللي رفض. قمت أنت فكرت أن الطريق أصبح ممهد قدامك. هذا شيء طبيعي. طيب ليش؟ لأن المفروض إن قراب من بعض. لا، أنت بتتخيل. وين الأستاذ سعد العارف؟ والله ما ندري، هو كمان مشغول ومش عارف شو يساوي، لا بالليل ولا بالنهار. بدك الحظ؟ أنا عرفت شو اللي شاغل تفكيره. عن جد؟ الناس بتظن انه رجل متقاعد، لكنه مش متقاعد انسانيا مش معيا وعاطفيا. والله انك بتحكي معه تلقاه بيفكر هو قاعد لحاله
مستغرب لما شيرلي بيستوبي فوق دايما. شو هو؟ التغيير اللي بطرق على شخصية الناس يا أبو حابس. الناس بتتبدل وبتتلون لدرجة إنه كان بيشوفهم كل ما بيقابلهم بلون بشكل جديد. والغريب تمام إنه هذا الجيل دايما يبدو أسوأ وأكثر غموض قدامه. طيب أنا اسمحي لي، عرفني على وين؟ أنا رايح له ولازم ألاقي حل معاه. مين؟ عادل عايد؟ الأستاذ عادل عايد وبفندق القدس الدولي مرة واحدة؟ مش معقول. هذه حال الدنيا. لا، ولا كان مبين عليك إشي من هذا أبدا. اللي شافك أول ما جيت من القرية ما بصدق إنك نفسك اللي قاعد قدامي هالساعة. عادل الطيب الهادئ اللي جاي عمان بس مشان أخوه اللي دخل الجامعة وعنده رسالة وبده يكملها. شو كمان؟ والحق يقال انت خليت الناس كلها تفكر فيك وتسأل نفسها يا ترى طموح هذا وحكاية خبرته بالسوق ومعرفته تقلباته ومقالبه ونزوله بكل ثقله كانت موجودة في داخله من زمان، كانت متخبية تحت جلده، ولما اجت الفرصة المناسبة ظهرت. طبعا انت عارف انا ليش جاي عندكم. اللي بيلعب بالنار لازم تحرقه. وانت حرقتني مش هيك؟ سقتني لمصيبة كبيرة خربت بيتي. ها كل واحد بأخذ اللي بيستحقه. المهم الإنسان لما يربح إشي لازم يحافظ عليه وما يخسره مرة ثانية. من صنف المغمض لما ينقلب لمفتح ويبلع كل إشي في طريقه. وبلعتني. مش أنا اللي بلعتك يا كساب، السوق هو اللي بلعك وخلاك ما تسوى إشي. عظيم، رائع رائع عادل. أنا فعلا بعد عمليتك الأخيرة اللي خدعتني فيها ما ظل عندي إشي أبدا. والبني آدم قيمته بالأصفار اللي عنده في الرصيد. وعمليتك لوحدها ما خلت إشي على كل شيء جديد وقديم عندنا. ولا على أصفار ولا على رصيد ولا على البني آدم نفسه. يكفيك عدنان ولا عيبه. هيك على المكشوف؟ مش هذا كان قصدك؟ مش ممكن تدفعني يا قتلة؟ ما أظن. لا أنت ولا عدنان ولا كل شركائكم من هذا النوع الجريء. طبع السماسرة غير عن طبع الكرام. لكن السمسار يكره هنا مغلوب. ضحكتني. بكرة بتشوف. علمني. على فكرة أنا لحمي مر واللي بيأكلني بتطلع له الشوكة بحلقه وتقتله. وباختصار أنا ما بحب حدا يأكلني. شو قلت؟ مش معقول. شكرا شكرا جزيلا. لا 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 أبدا، هذا
أعظم خبر سمعته في حياتي. لا لا طمن طمن، أنا متأكد من الأرقام، وأنا بنفسي اللي حطيت توقيعي وكفالتي. كتاب إيش؟ كتاب الضمان مقابل كل الرصيد. حاضر حاضر. طبعا رح نودع نسخ من المناقصة في وزارة الأشغال. مع السلامة. ألو ألو، نعم نعم، أنا عدنان. مين؟ كساب؟ لا كساب غير موجود. مين؟ مدير البنك؟ هذا عاشر شيك ينصرف اليوم من البنك من الحساب؟ اسم واحد؟ باسم مين؟ هاي زوجته القديمة. ايش؟ حساب صار صفر؟ لا لا يا اخي لا، اوعى تغطيه من حسابي، اوعى. كتاب؟ كتاب من مين؟ لا يا أخي لا، مش مني أنا لا، هذا كان عن الشركة القديمة. يا أخي أنا ما لي دخل. طيب طيب طيب، أنا جاي لك حالا. دادي انت لازم تشوف لك طريقة للمشكلة هذه. انا لا يمكن اتحمل وجود البني ادم المتخلف هاد فيها. كيف بس يسمحوا لأولاد المتخلفين بدخول الجامعة؟ غريبة. بابا تعالي، ايش بتدور؟ ليلى اسكتي، مش وقت الدلع هسا. خليني ادور على كتاب الغاء الضمانات. كتاب ايش؟ الاوراق اللي كانت بالملف الازرق هون. وين هو؟ وهذه الأوراق تخليك ما ترد علي؟ تخليك ساكت على اللي قاعد يصير في الجامعة؟ وين الملف؟ بابا عجيب، مالك بتصرخ فيي؟ ليلى بقول لك وين الملف؟ رايحة في 60 مصيبة، شو يعني؟ تكلمي هسع، مش وقته. وين الملف؟ رميته، حركته، قطعته، شو يعني؟ أنت مجنونة. بابا كساب أخذه مني ووعدني إنه رايح ينتقلني من عاد العايد، وأنا وافقت. سرقتك كمان. هو وصل فيك الدلع والاستهتار انك تذبحي ابوك بايديكي؟ مش عارف شغلك وغليلك من ولد احتقرك وما رضي يرمي حاله تحت رجليكي ويجلدك؟ قومي تخربي بيتي وتخونيني وتعطي اوراقي لاعدائي؟ كيف ايش يعني؟ بس انت صرتي فقيرة اكثر من زهير العايد، صرنا على الحديدة. كساب اللي وعدك ينتقم لك سحب رصيد الشركة القديمة لانه اخفى كتاب الضمانات والتوقيعات. سحب اللي سحبه وهرب. كل هذا بسبب مين؟ بسبب بنتي، بنتي من لحمي ودمي.
أعطيتيه السكين بإيدك مشان يقطع رجلك. كل هذا مشان إيش؟ مشان الدلع والعنطزة الفارغة والمظاهر الكذابة. مشان تنتقمي من ولد كسر كبريائك وجابك شومك الأرض. لكن لا، أنا اللي رايح أوقفك عند حدك من اليوم رايح. أنا لا يمكن أحط إيدي بإيد رجل مثلك. المثل بيقول تجي تصيده تصيده. وأنا صدتك يا عدنان قبل ما تصيدني. طبعا مش أنت اللي بتقول السوق بده قلب قوي مثل الصخر؟ أنا ما بمشي غير الطريق الصحيح، ونجاح الإنسان بعمله واجتهاده مش بالسرقة والاختلاس. مش كن طير بتاكل لحمه يا عدنان. أنا لا يمكن أحط إيدي بإيد رجل مثلك. تجي الصيدة. أنا ما بمشي غير الطريق الصحيح، نجاح الإنسان بعمله واجتهاده. وقعتك مش بالسرقة والاختلاس. قبل ما توقع أنا لا يمكن أحط إيدي بإيد رجل مثلك. لحمه يا عدنان. نجاح الإنسان بعمله واجتهاده. مش بالسرقة والاختلاس. وقعتك. أنا لا يمكن قبل ما أحط إيدي بإيد رجل مثلك. بس المثل بيقول تجي الصيدة. أنا ما بمشي غير الصيدة. ونجاح الإنسان مش بالسرقة والاختلاس. تفضل يا أستاذ سعد. تسلم إيديك. أما شوف فنجان قهوة على كيفك من إيد أبو حابس. عشت عشت. ألو، أهلا أنسة منيرة، كيف الحال؟ نعم، أخوك عدنان عند المدعي العام. نعم. طيب اطمن، ما ينشغل بالك. لا لا، أنا راح أتصرف، ما ينشغل بالك. مع السلامة. خير يا أستاذ سعد. اللي كنا حاسبينه يا أبو حابس صار. كساب قدر يوقع عدنان ويهرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنيرة مشغول بالها على أخوها، بدها تطمن عليه. رغم كل اللي عمله فيها هو وبنته، ولسه بعدها متمسكة فيه؟ يا أبو حابس، أخوها عدنان أخوها لمنيرة، والواحد منا بس يتألم ما بيقول غير آخ. صدقت أبو حابس. الله يرضى عليك. بتروح هسا وبسرعة لعند محامي الأستاذ عدنان، تفهم لي كل المواضيع منه، وبعدين بسرعة لعند منيرة. ماشي؟ إن شاء الله. حاضر أستاذ سعد. مع السلامة. السلام عليكم. وعليك السلام. أخاف عليك. طمني. الأستاذ المحامي كان معاك اليوم؟ أيوه. وحضر التحقيق مع المدعي العام؟ أيوه. عال عال، اطمن كل شيء تمام بإذن الله. أجمل إشي فيك يا أبو حابس إنك متفائل.
دائما سماستهم. برغم عدم وجود أي سحاب في السماء، دائما الأحوال رايحة تفرج، برغم أنه ما فيش دليل واحد على الفرج. الدنيا بخير يا ست منير، مع أنه الأرض كلها مصائب وشرور وآثام، لكن الدنيا لسه بعدها بخير يا ست منير. يا أبو حابس، احنا الزمن بقى عجيب والعلاعيب. انت بس ارميها من على ظهرك، انت حملتيها ليش؟ واكلي امورك للي خلقك، واخوك ان شاء الله ان شاء الله غير يطبع بالسلام. ها ايوه، هي خلي القمر يطلع من ورا الغيب. كساب كساب وين هسه؟ كساب كساب عملها وهرب، سحب كل أموال الشركة وهرب حتى فلوس العملية الجديدة وخلى الحساب على الفاضي. كساب قدر يسقى عدنان من نفس الكاس. صحيح إنه عدنان راح يطلع من التحقيق على أساس إنه ما إله صلة بالموضوع، لكن انتقام ربنا كبير وعدالته أكبر من عدالة القاضي. والنعم بالله. المدعي العام بعده ما أنهى التحقيق، والمحامي بيقول إنه موقف عدنان ضعيف جدا، بجوز يوجهوا له الاتهام بالافتراق بالاحتيال والتلاعب بقصد سرقة أموال عامة، هذا غير البند الجزائي. أنا عارف هذا الرجل وين كان عقله، الشركة باسمه والعطاءات باسمه، مقدم العقد هو اللي استلمه بنفسه وأودعه البنك فورا، ومع كل هذا بظل كساب الحق في التوقيع وسحب الرصيد. إيش يعني؟ سحب رصيد الشركة بأسماء لغيره، أكيد باسم زوجته القديمة وعائلتها. لا ومش بس هيك، سحب رصيد شركته القديمة مع عدنان وكشفه. المهم منيرة، منيرة زعلانة على أخوها ومستعدة تساعده، ومن فلوسها راح تدفع مقدم العقد اللي دفعته الشركة، لكن التعويضات بتقدرش تدفعها. وكساب؟ عرفت انه المدعي العام بعث طلب للانتربول يبحثوا عنه ويلقوا القبض عليه حتى يبلي بإفادته. والشركة؟ الشركة موقفها صعب، وراح تعيد طرح العطاءات من أول وجديد. لا والمدهش إنه وسط هذا كله الأستاذ عادل العايد اشترى امبارح فيلا السيد عدنان عن طريق سمسار. اشتراها؟ وعرفت إنه راح ينقل عليها من بكرة. إيه سبحان مغير الأحوال. أنا إنسانة وخريجة جامعة. وزوجتي؟ لكن من حقي أشتغل إذا كنت أنا موافق، لكن أنت وجودك هون بس في البيت بين الأربع حيطان هذه لخدمتي وبس. ليش الشهادة وتعب السنين اللي فاتت؟ قولي لنفسك. لا يمكن أرضى بالسجن في البيت، أنا قادرة على الخروج والعطاء وأكسب زيك بالضبط. نعم تكسب زيي؟ شو يعني؟ سير دخلي زي دخلك والأكثر منه؟ لا، لازم تعرف إنه حياتك ووجودك معتمد علي أنا. أوعي تفكري في يوم من الأيام رح تكون أحسن مني، تفهمة؟ أنت هون مكانك بين الأربع حيطان وبس. بالمناسبة يا أمينة، أنا تعبان تعبان كتير بحياتي لأنه ما عندي زوجة شاركني عمري، مع كل هاد بكابر. أنا
مش قادر أفهم سبب رفضك. كل إنسان حر بقراره. أنا لا يمكن أكرر التجربة مرة ثانية. أنا لا يمكن أكرر التجربة مرة ثانية. أنا لا يمكن أكرر التجربة مرة ثانية. إيش قصدك؟ جاوب من فضلك على سؤال واحد. أنت ترضى من بكرة أقعد في مكتبك وأدير الشركة وأنت تقعد في البيت؟ طبعا لا. بعدين أنت ما بتعرفي. طبعا بعرف، لكن المسألة عندكم أنتوا يا رجال وفي تفكيركم أنه الست مش زي الرجل. الست مكانها طبيع البيت، الست خدامة عند الرجل. لما يقرر التخلص منها بكلمة واحدة يرميها في الشارع، لكن لا، أنت فاهم؟ لا. ليش متردد؟ فوت. المفروض يكون هذا اليوم أسعد يوم في حياتك. أنت نسيت أنك انطردت من هالفيلا في يوم من الأيام؟ عادل، أنا راجع بيتنا. لوين راجع؟ الطابق الأول في بيت سعد العارف. ليش؟ مش قادر أقعد هان، حاسس أنه هذا المكان مش إلي. على حساب طموحاتك كانت أكبر من هيك. أنا ما زال عندي الطموح، وطموحي أني أحصل على شهادة الدكتوراه وأصير رجل صالح يشار إليه بالبنان، لكن لا يمكن أنتقل. إذا كنت أنا فكرت أني أتزوج المرأة اللي فات القطار مشان أظل قريب من هان. إذا كنت أنا يا أخوك الكبير فكرت هيك، كيف أنت؟ أنا راجع بيتنا. لوين؟ استنى، ولا أنت نسيت أخويني كل اللي سويته هذا عشانك؟ بس طموحاتنا طريقتها اختلفت. أنا بدي أكون مستقبلي بعلمي مؤهلاتي، وبعدين كل شيء من الله مقبول. والنعم بالله يا أخوي، بس إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. وبعدين أنا أخوك عادل المدرس، ما تغيرت مثل ما أنا. ليتك تفهمني، ليتك تعرف انتماء أحدنا إلى الآخر. كان اللقاء في الجامعة مفجرا لكل أحلامي، لأني في البداية لم أكن أتمنى إلا النجاح والحصول على المؤهل العلمي لأبدأ رحلة رد الجميل. لكن وجودك أثار قضية الشريك في الرحلة، ولكن هكذا جاءت الأحلام ولم تفلح في إزالة حجب الرؤية بيننا. فمتى تمنحني تذكرة دخول إلى أعماقك؟ كنت أشعر دائما باغترابي وأنا معك، وكأني لست سوى عابرة سبيل تنتظر أحسن. لا أذكر الآن كيف ولماذا استطعت أن أتبعك، كيف استطعت أن أهتم بك كل هذه السنين برغم أنك بعيد عني. لم أطلب منك معجزة، لم أطلب أن أسكن في مدينة قوس قزح، لكنك تركتني عند أعتاب القدر معلقة في دائرة أحلامي حتى كبرت المسافة بيننا عندما ظهرت. اسمع يا أبو حابس، الفلوس بتاخذها على البنك، والإيداع يكون باسم عدنان نفسه. أيوة يا ست منيرة، بس هذا المبلغ كبير وهو كل اللي حيلتك. ليش لا؟ أنا بقول يعني تخلي منه معك شوية برضه للزمن. عدنان أخوي هسا محتاجه أكتر مني، وأنا مرتاحة وعالي العالي. بس ست منيرة، لكن لا لكن ولا إشي، المال مالنا كلنا، وعدنان أخوي الدم ما بيصير مية أبدا. أهلا 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 أستاذ سعد، يا ميت مرحبا، تفضل شرف. شكرا. يا ميت مرحبا. يا مرحبا بيك. الصحيح أنت دائما سباق. صدقني اليوم كنت بدي أزورك. وين؟ ولو في البيت.
صحيح. الحقيقة اليومين هدول أنا مشغول شوية ومش دائما في البيت، وباستمرار الروضة شغلتني. سيدي منيرة مربي فاضلة. فعلا. على كل حال تفضل. شو هذا؟ يا أستاذ عادل، أنت بتعرف أكثر من غيرك أني رجل بعرف طريقي للهدف دائما، وبتتذكر كمان أني أحد المساهمين في شركتك. بس أحد المساهمين؟ أنت يا رجل أول وأكبر المساهمين. والاسم الثاني؟ نوال العايد. يعني أختك زوجة سامي حمدان. لو سمحت اقرأ هذا. نحن الموقعين أدناه على هذا التفويض بمقدار ما لنا من أسهم، نرجو عند التعاقد على عقد تنفيذ المجمع الصناعي مع وزارة الأشغال العامة أن يخصم مقدم العقد وقدره 200,000 دينار من قيمة العقد، مع خصم هذا المبلغ من حصصنا سواء من رأس المال أو من الأرباح. لكن نوال شو دخلها بالحكي؟ أنت لا عارف ليش نوال عملت هيك. يا أستاذ عادل، التوضيح اللي في إيدك واضح جدا، وبتقدر تسأل باقي المساهمين، وأنا بظن إنه عادل العايد لو حكم ضميره وعقله حيوافق على الإجراء هذا، لأنه يا أستاذ عادل الرجل الكبير ما بيخلي الأشياء التافهة والأمور الصغيرة تتحكم بتصرفاته أو تغير معدنه. صدقت. أنا قريت قصتك. المهم شو الأفكار اللي تبلورت عندك بعد قرايتها؟ الحقيقة أنا في هذا الموضوع مش شاطرة كثير، لكن بتصور انها قصة انسانية عفاف، احنا اليوم اتقابلنا من شان اشي ثاني. شو قصدك؟ قصدي خلينا نحكي بصراحة. ومين قالك اني انا ما افضل الصراحة؟ وبحب كمان انه الانسان يكون واضح. عال اتفقنا. لعال قولي اللي بدك تقولي، اسألي. بس انا ما عندي اسئلة. عفاف احنا مش اتفقنا على الصراحة. الحقيقة انا قصدي اقول انه نظل اصحاب. عاد ومشان هيك انا رايحة اقول لك على كل اشي. طبعا انا عرفت انك كنتي اقرب الناس لقلب سهير، حسيت انه كان محتار بينك وبين ليلى. طبعا اي شاب برغم اهتمامه بدراسته مهتم بالبحث عن شريكة حياته ليلى، لكن زهير عمره ما ارتاح لها. مين قال لك؟ انا متأكدة. لا انت هيك بتختصري مشاعر الانسان بجملة. زهير فكر كثير في ليلى، كان في احتمال كبير انها تخطفه مني، لكن عمايلها وافكارها اللي كانت سد ورا سد ما حدا يقدر يقفز عنه أو يتجاوزه. مشان هيك كان يرتاح معاكي أكثر، ولو أنا ما ظهرت في حياته في الوقت المناسب كان أكيد اختارك أنت. أهم إشي في حياة كل واحد منا هي لحظة الاختيار هذا، لأنه أنا ممكن تسعده وممكن تشقيه. كلامك صحيح. ليلى خلته يخاف من كل بنات المنطقة، حتى اللي ما لهم ذنب، مشان هيك ما صدق إني جيت. قصدك تقولي إنه اختار الحل المضمون بالنسبة إله. بعدين ما تنسي اني انا بحبه، واللي بحب بيحاول المستحيل علشان يحتفظ بحبيبه، خاصة اذا كان هذا الحبيب هو كل كيانه وتفكيره.
جاهز؟ وكيف ما أكون جاهز؟ وهذا اليوم يوم فرح نوال، نوال الأخت والأم، نوال اللي نورت لنا ليل الحياة. يلا يلا. عقبال عندك يا أخوي. وعندك. يلا يا حبيبي. يا هلا يا هلا بالأخ عبد الحميد. يا هلا بأمينة. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. الله يزيد فضلك. الله يسلمك. الحقيقة أمينة جاية تشكرك. على إيش يا عبد الحميد؟ كيف على إيش يا أستاذ سعد؟ على صبرك عليها ومعاها، كثر الله خيرك. ولو يا رجل، أنا بعتبر أمينة بنتي زي ما هي بنتك. أستاذ سعد، أنا لازم أكلمك. بخصوص إيش يا أمينة؟ أنا كنت بتصرف من خلال قناعاتي وبعتبرها صح، مش عارفة إذا بعض الناس تعتبرها غلط. يا أمينة، الزعل اللي حصل كان كله مجرد إعلان عن سرعة البديهة والشخصية اللي عندي، لكن أنا ما بوافق معاك في أنه كل الرجال هم سبب ظلم النساء مثل ما بتفكري. أنا كنت محتاجة للعمل، للاستقلال والاعتماد على النفس مش على الغير، لإنهاء حالة العزلة اللي عشتها بعد الطلاق. طلاق إشي سيء صدقني. لكن العمل ما حقق لك هدفك، أو كنت بتنظري مثل غيرك إنه العمل هو تنفيس عن المظالم؟ ثانيا، لإنك ما عندك الضمان للحب اللي بتقدميه، حتلاقي مقابله حب آخر. عجيبة الدنيا يا أخ عبد الحميد، عجيبة. من زمان كانت المرأة بتمارس سلطتها من خلال الرجل، وكان الزواج بالنسبة إلها هو النموذج التقليدي للسلطة وميدانها، وكانت تمارس السلطة من خلال الآخرين ورعايتهم والاتكال عليهم، وكانت كل زوجة تعتبر سيدة متوجة في بيتها. هذا صحيح يا أستاذ سعد، المرأة ما إلها إلا بيتها وزوجها وأولادها. يا أمينة، بحب تعرفي إنه الرجل يستطيع الوصول إلى المرأة ليس عن طريق العقل فحسب، وإنما أيضا عن طريق القلب. عرفتي عاد كلامي يا أمينة؟ البيت أحسن ولا القعدة ورا المكتب وفنجان القهوة السادة؟ شو اللي جابك هسه؟ جاي اشوف شو اللي صار لاخوي ابن امي وابوي. جاي تشمتي فيي يا منيرة؟ اشمت فيك كيف؟ وانت من بكره رايح ترجع عدنان جديد، عدنان غير اللي عرفته وعاشرته، وانكوب ناره كل اللي حواليه. مش فاهم. تفهمني مليح، لكن ما دام قدرت تخلص من السلسلة اللي علقتها برقبتك، رايح ترجع عدنان زمان اللي بقدر بوقف على رجليه من جديد. لكن أنا خسرت كثير يا منيرة. وكسبت نفسك، ورايح تتعلم تعرف وين الصح وين الغلط، اللي يناسبنا واللي ما يناسبنا. Thank you.
تفضل يا سيدي. شو هذا؟ هدية لأبو حابس. هدية؟ إلي؟ كيف على حساب ما أنت بتحبهم كثير؟ ولأني بحبهم وبحبك جمعت الحب هاد مع الحب هاد. مش فاهم. كيف شايف؟ ما شاء الله آخر شباب وآخر أنق. لكن ما قلت لي وين يا مسهل؟ مسافر. مسافر؟ مليح رائع. لكن ما سألتني لوين مسافر. مش مهم لوين، المهم إنك تسافر، كلها أرض الله. المهم إنك تملي صدرك تفاؤل وابتسام في المكان اللي بتروح. بس هيك يا محابس؟ المهم إنك ترجع مثل ما كنت زمان. يا سلام، هو أنا بنسى إنك لما كنت تسمع زقزقة العصافير تحس إن الربيع أجا قبل أوانه وإنت في عز الشتاء. فعلا يا أبو حابس. يا ريتك ترجع مثل ما كنت عارفك طول العمر. رغم السن لكن في عينيك طفل صغير بحب يمرح ويلعب، وأول ما يجي لك حد بموقف صعب تلاقي ذهنك نط برشاقة وخفة من الموقف الصعب لتذليل الصعوبات حتى تختفي مشاكل الناس من حواليك. معك حق، أنا مرت علي أيام زمان نسيت فيها التفاؤل يا أبو حابس، لكن هسا أنا وابن بطوطة صحبة. ابن مين؟ ابن بطوطة. ابن بطوطة يا أبو حابس إنسان عرف قيمة السفر وفوائده الخمسة، عرف الفرق بين التشاؤم والتفاؤل. تفاؤل عنده شمعة مضيئة بتضوي على الإنسان وحياته مثل الشمس وأكثر، لكن التشاؤم شمعة مطفية وليل مظلم طويل. هذا هو ابن بطوطة أبو حابس. يعني أفهم إنه في أمل؟ وليش لا؟ أنت عارف شو بقصد؟ ليش لا يا أبو حابس؟ ليش؟ لازم الواحد يسافر بتجدد نشاط، وبعدين انت ناسي انه الحياة هي كلها رحلة امل، فالمفروض الانسان يسافر ويشوف وجوه جديدة، يمكن يشوف وش، يمكن يشوف انسان يحبه ويطلع قريب من قلبه. الله، ما في اجمل من التفاؤل يا ابو حابس. انا مستني هذه الفرصة بفارغ الصبر. وانت راح تكون اول المدعوي. اولهم اخرهم مش مهم، المهم يصير المراد من رب العباد واشوفك عريس. طيب انا وحدي ولا معايا عادل وامينة؟ لا هذول ما تخافش عليهم، مصيرهم لبعض. الا صحيح ما قلتليش مين هي العروس. العروس؟ العروس انت بتعرفها يا ابو حابس، يعني هي بقول لك عليها يعني عندها حوالي هيك 70-80 ولد. 70-80 ولد؟ شو حزيرة هذه؟ قصدك الروضة؟ الروضة يا ابو حابس، الروضة. مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا ابو حابس. سمعت مرة واحد في الفيلسوف قال إنه يستحيل الاستمتاع بوقت الفراغ تماماً إلا إذا كان لدى المرء عمل كثير يقوم فيه. شو أخبار الدكتور؟ لغاية الآن شديتني إلها بشكل مخيف. برغم أنه الامتحانات قربت؟ مش بعيد أكملها يوم الامتحان. لهالدرجة معجب فيها؟ مش عارف إيش أقول لك يا عم. نفس الفيلسوف علمني إنه المسافر الحكيم لا يحتقر مطلقاً بلاده، وكلنا في رحلة الحياة على سفر. الحقيقة يا عفاف أنت صديقة عظيمة. أيوة، وأنا ما بدي غير. الفيلسوف نفسه قال عندما تصبح النساء العالمات مثل الرجال العلماء فإنك لن تبقى أيها الحب
ملح الحياة، بل تصبح كلوريد الصوديوم. أنا ما بنكر إن الظروف ساعدتني، وإنك وقفت جنبي وحطيت رجلي على أول الطريق، وإنه كان في السوق شركات سمعتها سيئة، وعشان هيك كانت بداية أنا بداية طيبة. لكن أنا يا أخوي سعد يعني بدي أثبت وجودي وأقول لبعض الناس إنه الإنسان الشريف ممكن يمارس عمله بشرف، وإنه رجال الأعمال مش بس هم عدنان كسار. معك حق يا عادل. صدقني يا أخوي سعد، من يوم ما فتحت الشركة وأنا باكل لقمتي ابتعدوا عرق جبيني.